مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو فرينكوين؟ ما هي ميزات فرينكوين؟ ما هو فرينكوين؟ تم تصميم هذا المشروع لتسهيل التفاعلات المفيدة داخل وخارج البلوكشين. ستكون حالة الاستخدام الأساسية لهذه العملة هي تسهيل لعبة بطاقة تداول NFT على شبكة الإنترنت، والتي هي قيد التطوير. ما هي ميزات فرينكوين؟ فرينكوين حاليا في منتصف مسابقة إنشاء NFT، حيث يقوم أعضاء المجتمع بتصميم 3 NFT الخاص بهم بناء على موضوع معين. يتم التصويت على البطاقات بعد ذلك قبل المجتمع مع انتقاء أفضل خيارات على أنها NFT. ستكون 3 NFT هي بطاقات التداول المستخدمة في اللعبة، والتي يجب أن يكون لها إصدار ألفا قابل للعب في الأسابيع القليلة المقبلة. تشتمل حالات الاستخدام الثانوية لفرين كوين على فرين تيبس، والذي يسمح لحاملي الرمز المميز بإرشاد الآخرين إلى عمل مفيد. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.